طلاب، بهذا الفيديو راح أعطيكم 3 صفحات من المحاضرة الأولى، يعني راح أنتهي بالشرح إلى هاي النقطة. Notice that particular solution is not unique. فموضوعنا هو كمرحلة ثالثة موضوع التحليلات هندسية وعددية، مثل ما فهمنا الهندسية اللي بيها analytical solution، والعددية اللي تيجي كتول يعني مساعد يحل لنا المعادلات اللي ما بيها analytical solution، اللي ما بيها يعني الجانب التحليلي يجي الجانب العددي يساعدها. فمثل ما شفنا احنا كل اعتمادنا على هذا المصدر. هذا المصدر سوينا بيه lecture notes، سوينا بيه بعض نقول النقاط المهمة على شكل ملزمة، وحلينا بعض المشاكل اللي عندنا أو المسائل اللي عندنا، وبعض الكويزز هم انطيناها. الغاية من عندها هي تقريب الصورة شلون نحل معادلات تفاضلية أو نحل المسائل اللي هي شاملة للمراحل الأولى والثانية، وكل شيء متعلق بالرياضيات ما يخص الهندسة. فبالحقيقة هاي الصفحة الأولى مجرد مقدمة، يعني بس اللي أكدنا عليها أن هذا الكتاب تحصله. فخلي نبدي بتعريف الـ Ordinary Differential Equation. يعني احنا قسمنا المعادلات الـ Differential Equation، قسمناها إلى ordinary differential equation سميناها ODE، ODE، وإلى القسم الآخر اللي هو راح ناخذه بالمرحلة بالكورس الثاني اللي هو الـ PDE. فنخلي على بالنا انه عندنا القسم الاول، الكورس الاول، كل المواضيع اللي تخص الـ ODE. ODE معناته اختصار Ordinary Differential Equation، المعادلات التفاضلية اعتيادية. PDE Partial Differential Equation معناته المعادلات الجزئية، التفاضلية الجزئية. ليش اعتيادية؟ لان يعني هنا الواي ويا الاكس او ويا التي فقط، يعني عندنا الديبندنت فاريبل يتغير ويا متغير واحد فقط. فهذا هو الجنرال فورم. شو نقصد بجنرال فورم؟ يعني مثلا هنا من واي، خلينا نترجم هذا دي واي اوفر دي تي. شنو معناته؟ يعني واي برايم اذا اريد اكتبه plus y equals اللي الاكسترنال يعني القوة الخارجية، external force القوة الخارجية. هسه إذا عندنا مشتقة أعلى من المشتقة الأولى هنا راح تنكتب، المشتقة الثانية، مشتقة ثالثة، وهكذا اصعد الى ان. فهنا الواي هي الاساسي، المتغير الاساسي، المين فاريبل اللي هو ديبندنت، اللي هو يعتمد، يعني يعتمد على اما تي متغير اخر اللي هو تي او اكس. فهاي ترجمة الفورم، هذا هو هذا الترجمة العالية اللي تشوفوها. فمرة أنطيك لحد هنا، يعني هذا ما أعطيك إياه، مرة لا ويا مشتقة ثانية. فكل اللي عليك توجد واي بدلالة تي. هسه الجي هنا أنا بدأ أشرحها لك. الجي من صفر معناته هوموجينيوس، هوموجينيوس او دي اي
الجي إذا لا مو صفر فهي non homogeneous أو دي إي. واضح؟ إذا كل هاي الكليشة هنا هي الغاية من عندها، إنه بدي أشرح لك كيف المعادلات التفاضلية تنقسم بالبداية، وليش سميناها اعتيادية وليش سميناها جزئية، ومرة تيجيني باور اوف 2 مرة تيجيني باور اوف 1، لأن احنا اكثر من يعني 3 و4 تكون صعبة اذا يكون الباور اعلى منها، من يعني صعبة حلها analytically تحليليا، يمكن حلها باستخدام الكمبيوتر. الجزء الثاني من هاي الصفحة ده أعرف لك شنو معنى آخر أو موضوع آخر، اللي هو linear and non-linear linearity and non-linearity of ODEs، يعني المعادلات التفاضلية الخطية والمعادلات التفاضلية اللا خطية. بالحقيقة هاي يعني هنا الملاحظة كلش مهمة، شو أنا أعرفها خطية؟ أعرف هاي المعادلة التفاضلية خطية إذا كان هذا الرئيسي الـ y باور اوف 1. نقول باور اوف 1 يعني شو نقصد به؟ أقصد به يعني مو تربيع، أقصد به مو تربيع، هذا تربيع أو أكثر. فإذا كان باور اوف 1 dependent variable فهو linear، أما إذا كان هنا مثل هذا التربيع يكون non-linear. واضح؟ فالباور أوف 1 أنا ما أقصد به البرايم، ما أقصد بالمشتقة، وإنما أقصد به الدالة، أو أقصد به أنه يعني 2 هو y برايم. الواي تربيع أو تكعيب، هذا أول نقطة. النقطة الثانية أنه الواي ما يكون يعني نوع من أنواع التريك فانكشن، ساين كوساين تان سيكنت and so on، يعني ذني اللي بيها الدوال المثلثية. فإذا كان مو دالة مثلثية إذا هو أيضا لينير. وإذا كانت الـ derivative الـ y prime أو الـ y double prime ما مضروبة بمتغير، فهي أنا أعتبرها linear. فثلاث نقاط اللي لازم تحقق من عندها، يلا أعرف إنه المعادلة linear or non-linear. شنو هي؟ أول شيء أنظر على الـ y، أشوفه لازم هو باور أوف 1، مو تربيع ولا تكعيب. النقطة الثانية الواي برايم انظر عليه، او الواي دبل برايم انظر عليه، اذا ما مضروب بكونست متغير فهو لينير، اما اذا يعني مضروب بمتغير فهو نون لينير. النقطة الثالثة اللي انتبه عليها انه ما عندي الساين الكوساين دوال المثلثية للواي، الواي ما عندي، بس اكو استثناء من هذين الثلاث نقاط، انه اذا كان المتغير يعني زمن، اذا كان المتغير للزمن بالكوساين والساين فهو نعتبرها يعني ما يدخل من ضمن هاي المعادلة. فاني مطيق هنا، نعطيك هنا مثلا الـ exponential لـ t، فتبقى المعادلة linear in x. واضح؟ فعدة أمثلة هنا شلون نعرف المعادلة linear أو non-linear. المثال الأول أنه x double prime plus x equals 0، هاي linear لأن هنا بدنا نحل المين variable هو الـ x، وهو باور اوف 1. المعادلة الأخرى نفس الحالة لينير، نحل الاكس وهو باور اوف 1، وهنا المشتقة يعني ملتبلايد كونستنت مضروبة ثابت. أما هنا نون لينير لأن 1 على اكس، يعني عندنا المين فاريبل هو الاكس،
الواحد على اكس هو مو باور اوف وان، باور اوف ماينس وان، فهي تكون لن لينير. اوكي، هنا نفس الحالة نون لينير واي، ليش غير خطي؟ لان عندي 2 للاكس. هنا نون لينير ليش؟ لان عندي ساين للاكس. هنا مثلا عندي نفس الحالة نون لينير لان المشتقة مضروبة بمتغير اللي هو الاكس. هنا اذا كان عندي متغيرين رئيسيين، هاي راح نعرفه انه يعني الاكس مشتقة والواي مشتقة، فنقول هي لينير نفس الحالات نقاط الثلاث تطبق عليها. هنا المعادلة نون لينير لأن المشتقة مضروبة متغير. هنا نشوف انه الساين تي موجود، بس التي ما زال هو نعتبره تايم زمن، نعتبرها لينير. هنا المعادلة يعني اكس دبل برايم بلس 2 اكس برايم بلس اكس، نعتبرها لينير، لينير وذ اكس، يعني البرايم مضروب بثابت والاكس باور اوف 1، الاكس الى الباور قد واحد. هنا نفس الحالة لينير لان ما له علاقة بالتي، التي ما زال زمن، اذا ما له علاقة به فهو يبقى لينير. نفس الحالة مثل ما قلنا للحالة الأخيرة أيضا هي لينير. ليش أنا أعرف أفرق إنه هاي المعادلة التفاضلية لينير أو نون لينير؟ لأن كل اللينير ممكن إيجاد حل تحليلي analytical solution إلها. أما إذا كانت لن لينير، هنا أنا شوية صعب إيجاد الحل تحليليا، وحتى إذا أوجدناه بغير الطرق التحليلية مثل العددية ممكن هذا الحل يكون تريفيال، يعني ما إلى صحة وجود. ممكن يكون many solutions، عدة حلول، وممكن يكون حل بس مو هو هذا الحل الصحيح، يعني عندنا حل بس هو مو صحيح. فهنا المعادلات التفاضلية لا خطية شوية تريكي، يعني صعبة انه نقول انه اكو حل الها. فهنا جت فكرة الطرق العددية، واكو تمايز بين الطرق العددية، يا هي الاكثر دقة، واضح؟ فهي هي الصفحة الأولى، هي مجرد تعريف للمعادلة الأوردينري الاعتيادية، التفاضلية الاعتيادية. وش وقت نعرف هي لينير نون لينير هوموجينيوس نون هوموجينيوس؟ يعني اللي أريده من عندكم بعد ما ننتهي هنا، أنه بعد تعرف أنه شلون تعطي وصف صحيح لأي معادلة تفاضلية اعتيادية، واضح؟ عندي هنا بهاي الصفحة أنه موجود نظرية السوبر بوزيشن. سوبر بوزيشن يعني التركيب، يعني مثلا أنا عندي من الواي تتغير ويا الأكس أو ويا التي، إذا أرسم على شكل إحداثيات، ونفرض أنه يعني المعادلة التفاضلية أوجدت حلها إله، أوجدت الحل solution. فمن حليت المعادلة التفاضلية ظهر عندي الحل بهذا الشكل كير. فإذا أقسم هذا الحل إلى قسمين، أعتبر القسم الأول واي واحد والقسم الثاني واي اثنين، معناته من أجمع الواي واحد ويا الواي اثنين يعطيني الواي ثلاثة أو الواي الكلي. فهاي صحيح، هذا صحيح هذا الكلام إذا كانت لينير. ليش؟ لأن لينير من أوجد الحل معناته هذا الحل صحيح ما يقبل الخطأ. أما مثل ما قلنا النون لينير سوليوشن، حتى لو أوجد الحل ممكن هذا الحل مو صحيح، بعيد هواي عن الحل الصحيح اللي المفروض يطلع للسيستم. فإذا كانت لينير وهوموجينيوس، انتبه هنا شرط آخر هوموجينيوس، فمعناتها جمع أي حلول يعطيني الحل الكلي.
فهي نظرية السوبربوزيشن ثيوريم اللي نحتاجها وين؟ نحتاجها بالواي اتش، ونحتاجها أيضا بعدين راح ناخذ السيريز، عندنا متسلسلات، فحل المتسلسل الأولى ويا الثانية مجمعها يعطيني حل العام. من بعد عرفنا الانيشيال فاليو بروبلم، دائما هم ياخذون الحروف الاولى ويسووها مختصر ابريفيشن، فيصير اي في بي. فمن ناو غاد، يعني من فروم ناو اون، من يمر عليك اي في بي معناتها هي شنو؟ انيشيال فاليو بروبلم. شنو انيشيال فاليو بروبلم؟ اضافه الى الواي تي، يعني اضافه الى واي برايم اكس برايم، اضافه الى هذا انطيك الاي سي، خلي نسميها تسميه موحده هي الاي سي. الاي سي يعني اقصد بها الانيشيال كونديشن. غالبا الانيشيال كونديشن يعني القيم الابتدائيه تعطى للزمن، أما إذا تعطى للمسافات فيسموها boundary condition. واضح؟ فهاي خليها يعني بالك. وهاي شروط مهمة لأن تأثر على الحل. هاي شروط مو يعني اعتباطية أو arbitrary، تأثر على حل الواي. فمثلا إذا نتخيل على شكل رود، وعندي من هنا مثلا تثبيت وول، وهنا ده أثر عليه قوة external force أسحبه، فراح يصير هنا bending، راح يصير ب deflection. فهذا ال initial condition عندما الزمن صفر هذا كلش مهم، يأثر على المعادلة التفاضلية. هاي وحدة، هذا الاي سي اللي دائما قلنا ويا الزمن. اما البي سي يعني هي الباوندري كونديشن، هم مهمة، هي دائما ويا المسافة. يعني هنا البي سي ايش قال؟ الاكس، عندما الاكس صفر مثلا الديفليكشن كان صفر، عندما الاكس ال الديفليكشن صفر، فمعناته انه البي سي باوندر كونديشن مهمه، والانيشال كونديشن ويا الزمن ايضا مهمه. فهي نخلي على بالنا انه الظروف الخارجيه كلش مهمه لتحديد حل المعادله. بهذا المثال بس دا اقرب لك انه من نوجد حل ونريد نتاكد من صحه الحل نعوضه، كل هذا اللي سويناه شو معناته؟ نعطيك هنا ال y dy over dt t، يعني معادلة بسيطة خلينا نكتبها هنا. نعطيك انه ال بهذا الشكل، هاي معادلة تفاضلية، ونعطيك ال initial condition انه عندما الواي عندما التي صفر الزمن صفر، الواي راح يساوي واحد. طبعا هي مبينة نون لينير. من اني اعطيك يعني نفرض انه هاي الاو دي اي وهذا الاي سي، نفرض باي طريقة حليناها، أوجدنا أنه الواي طريقة عددية غير طرق طريقة بلا بلاس واتفر، يعني أي طريقة اللي تختار، حليناها واستخرجنا الحل الجنرال سوليوشن، استخرجنا أنه هو واي تربيع تي تربيع يساوي سي ثابت. فيقول لك
show that برهن بروف برهن انه هذا الحل اللي استخرجته هو حل صحيح. احد طرق البرهنه انه اعوض هذا الحل اعوضه هنا أنا. شلون هذا راح يصير؟ عوض الواي هنا أنا. بدال الواي هنا. فنفرض انه الواي جبناها كمقام هنا صارت تي على واي. زين، وبعدين احنا الواي هنا نعوضها بمكانها. فواحد يقول لي انه العدد واي برايم شو نعوض بمكانها؟ اقول له انه هاي الواي اشتقها ويا تي وعوض بمكانها. واضح؟ فمن عوضت الواي بمكان هاي الواي واشتقيتها مره وعوضتها بمكان المشتقه راح يطلع لي صفر. راح يتاكد عندي الحل انه هذا الحل صحيح. هذا اللي سويته هنا. بتلاحظ دي واي اوفر دي تي يساوي دي المن، يعني دا اشتق الواي بالنسبة لي. هاي الواي هذا شلون جبناه؟ هذا هاي هنا من هذا الحال. يعني قلنا الواي رتبناها بشكل السي راح ينتقل التي تربيع، ينتقل لهاي المكان، بعدين انه هو هذا تربيع ناخذ الجذر. طبعا الجذر بلس ماينس، لازم نحط موجب طرح. اذا انا عندي الواي اشتقها هنا الواي ويا الزمن مثل ما سويت هنا، فشي يطلع لي اشتقاء، يطلع لي تي تفد قيمة معينة. من اشتقيتها بعدين أنا أريد أعوض، يعني هذا صار التعويض للواي برايم. من اشتقيتها يعني اشتقيت هذا مرة، مثلا كتب عندي هنا اشتقيتها مرة الهاي الواي، اشتقيتها عوضتها بمكان واي برايم، وهاي الواي نفسها عوضها بمكان هذا الواي، واشوف انه المعادله متساويه لو لا، راح يطلع لي متساويه. من يطلع لي متساويه فاقول هي يعني هذا الحل صحيح، وهذا الحل الجنرال سوليوشن. اذا عوض الاي سي واستخرج السي، استخرج هذا الثابت سي، فاسميه بارتيكولار سوليوشن. هذا هو المقصود بهذا المثال. فقلنا نهايتنا لهاي النقطة. بالأخير كاتب لك notice that the particular solution or particular solution doesn't mean or is not unique. unique أقصد به يعني هو مو حل واحد. ليش؟ لأن يعني بي موجب وبي سالب. فحلين، فمن عندي حلين أو أكثر فأقول هذا مو unique. مرة يكون موجب مرة يكون سالب. طبعا أنا يفيدني الحل اليونيك. ليش؟ يعني هنا مثل ما قلنا بالسترينث اوف ماتيريال او الفلويد او الهيت او غير موضوع، انا اريد حل واحد للواي اعتمد عليه واصمم على اساسه الجهاز. ما يقول لي اختيارين، يعني يقول لي واحد مرة موجب واحد مرة سالب، زين يا هو الصحيح ما ادري. فهذا يعتمد أيضا على اختبارات ثانية. هذا كل المقصود من المحاضرة، الجزء الأول من المحاضرة الأولى.